على مدى 3 سنوات على التوالي حقق نجاح جماهيري عبر شاشة التلفزيون الكويت. هذه الشاشة الماسية شاشة كل بيت في الكويت. يا مرحبا فيك نور الحميضان. يا هلا، احنا سعيدين فيك. يا هلا فيك. وهالمرة شفنا البرنامج بطابع مختلف وخفة دم وشبابية أكثر. الحمد لله حبيبتي. أول شيء أنا سعيدة جدا أن أكون متواجدة معاكم من خلال هالبرنامج المميز غبقة الحمراء ما شاء الله، وهنيكم على اللي قاعد تقدمونه أنتم وأكيد الزملاء الثانيين اللي لولو العسلاوي وأيضا الزميل محمد الوسبي، قدمهم تحية وشكرا أني أكون متواجدة معاكم. أساس من عواد إن شاء الله تعودونا كل سنة يا رب. هالكشخة نورة حبيبتي والله. الحال غالب بس ما شاء الله يعني زين زين واضح عليك حبيبتي. انت عيونك الحلوه وايضا انا حابه نبدا اعجابي بلوكك ما شاء الله دائما متالقه. انت تسلمي متالقه ما شاء الله. الحين على المستوى يمكن الشكل اللي يكون في البرامج التلفزيونيه لما نتكلم شوي على فكر شنو كانت الفكره فيها السنه، شلون كانت مختلفه فكر؟ مثل ما تفضلت حسين هو 3 سنين على التوالي، لكن انا اول سنه اقدمه وسعيده جدا ان اكون معاكم في رمضان ان شاء الله. يعني كنت معاكم في برنامج رمضان بفكر. هو طبعا جماهيري سؤال وجواب كان خفيف وحلو، تجربة يعني حلوة ان انا اقدم بين جماهير. انا دائما متعودة اكثر شيء غالبا على الاستديو. حرصتي انك تضيفين شيء معين بالبرنامج، يعني مثلا تابعتي الحلقات القديمة بالسنين اللي طافت وقلتي لا بغير، او كان في نوع من الفكر المختلف هالسنة؟ والله شوفي حصة اقدر اقول لك ان انا طلعت بشخصيتي انا، ممكن شوي انا اطلع دائما برسمية بالبرامج الثانية او بجدية، حاولت اني اطلع شخصيتي الطبيعية اكثر بهالبرنامج والحمد لله اتمنى ان اكون توفقت فيه. حلو. يمكن هذه البرامج نورة تكون في تفاعل مباشر مع الجمهور على طول، في ردة فعل. شنو المواقف اللي تصير مع الجمهور يوم تسأليهم الأسئلة الثقافية والأسئلة المختلفة؟ والله بصراحة ما هو ما في يعني مواقف وايد طريفة، بس في شيء يزعل ان الجيل الجديد يعني الجديد لاحظت انه ما عنده اي ثقافة تراثية او شيء يخص الماضي وعراقته، فكنت احاول كثر ما اقدر ان اضيف لهم المعلومات، فكنت انصدم يعني مجرد ما اخذ المتسابق اللي معي، يعني بعدين يعني لما خلص اقول لهم أبي مستحيل يعني كلها متداولة بيننا مثلا. طب اسئله صعبه تكون او شيء؟ لا لا اشياء يعني احنا نتداولها نقولها او مثلا شنو يعني سلينا يعني بيني وبينك غششتي؟ ساعات غششت ساعات كبار ولا صغار؟ ساعات. لا قلت لك الجيل الجديد مشكله صراحه، يعني اشياء تراثيه وايد يتعبون فيها، لا مسلسلات قديمه لا امثال شعبيه لا قطاوي، يعني بقول لكم يعني شيء صراحه يضحك ونعرض بالحلقه لما اقول بقول لك غطايه شلونك بالغطايات؟ يقول لي زين. اقول له تعرفين شنو غطايه؟ يقول لي غطايه يعني شيء اللي يغطي. فهذا ابسط شيء الحين انا اذكره، ما في بس يعني حاولت اعطيهم المعلومه بشكل حلو خفيف اضيفها لهم ما شاء الله كنت وفقت. انا شفت انه في امثال بعد، يعني في فقره امثال وفي امثال كل يوم مثل او شيء كذي، في امثال شعبيه اكلات شعبيه غطاوي اشياء يعني تراثيه وتاريخيه تخص الكويت طبعا. لا بس هي اشياء سهله ترى، يعني سهلة. الحلو بالموضوع ان احنا قاعدين طالعين نتابع ونجاوب يعني نتفاعل احنا معاهم. صح. فهذا المميز بالموضوع انه يعني مثل ما قلتي جماهيري الصغير والكبير قاعد يستفيد من هذه الاسئله. اتذكر الناس يمكن بهذه الغطاوي وهذه الامثال. يمكن نورة تقدمتي يعني قبل شهر رمضان في برنامج المسابقات، برنامج مساء الخير الكويت، وايضا برنامج خاص بالموضه. يعني الاختلاف الكبير بين هذه البرامج وبين مثل هالبرنامج، حسيتي فيه صعوبه ولا كان الوضع عادي عندك؟ التنوع هذا فادني وايد. لقيت نفسي ببرنامج على الموضة لأن بناتي حصة وأنتي قدمتي من قبل برنامج بناتي يكون وايد سهل وحلو لأنه يوافق اهتماماتك نفسها يعني. صح. قريب منها. إيه يكون وايد سهل وحلو. مساء الخير الكويت له طابع ثاني، طابع شوي ثقيل، أخبار ضيوفة ثقال شوي، فانتقالي من هالبرنامجين لبرنامج جماهيري ومسابقات ايضا اضافه لي، وانا بالعكس ممكن اكون بالبدايه متخوفه لكن بالنهايه لما احس ان انا انجزت شيء، يعني الشخصيه لما تكون طبعا انت يعني تعرفين لما تكون متلونه على حسب البرنامج هذا اضافه لك وشيء حلو انك تطلعين فيه على الشاشه، فالحمد لله. يمكن عبد الله اصعب شيء بهذه البرامج ان تلقون احد يشارك، ساعات الناس تخاف من الكاميرا وما تحب، وساعات يبون يعرفون السؤال قبل لا يعني تكون الانترفيو معاهم. صح. فواجهتوا هالمشاكل اكيد. ايوه في ناس يقول لك شنو السؤال شنو السؤال، فانا اشوف السؤال لما احس انه شيء وايد عادي وسهل اقول لهم ما راح اقول لكم لان انا متاكده راح تحلونه،
ففعلا يحلونا وساعات انصدم انه وايد سهل نفس ما قلت لكم قبل شوي وما يعرفون فحاول انه في ناس ما يبون يطلعون صح يكونون عارفين الاجابه بس مثلا في ناس ما يبون يشاركون غالبا الحريم اكثر بس الشباب فئه الشباب حابين انهم يشاركون مستعدين انهم يطلعون على التلفزيون بس مشكلتهم شويه بيلهم ابديت بيلهم ثقافه شوي يعني بعد تقديمك حق هذا البرنامج يعني خاص بالمسابقات شنو طموحك الجاي يعني قدمتي موضوع قدمتي شوي سياسي وكل انواع يعني منوعه ما شاء الله سياسي وايد انا بعيده جدا عن السياسه نهائيا ما احب اتطرق لها ولا احب اقدمها بعيده عن السياسه اجتماعي تقريبا برنامج مساء خير يعني كويت يعني يعتبر برنامج اجتماعي صح. شنو الجاي اللي حابه انه تقدمينه والله ان شاء الله اكيد كل واحد يطمح للاحسن واتمنى ان اقدم شيء جديد ايضا ان مثل ما قلت لكم اتلون في زياده اطلع شخصيه ثانيه هذه فرصه لنا وانا اشكر تلفزيون الكويت ان اتاح للشباب فرصه جديده او فرصه حلوه خصوصا الحين فتره رمضان التلفزيون برمضان مشاهد اكثر اقبالا عليه للبرامج المسلسلات فان شاء الله اطمح للاحسن باذن الله والحلو بهذا الموضوع موضوع المسابقات ان انت تزيد معلوماتك العامه تعرفين على اشياء جديده اول مره فاكيد صار معك هالموضوع اكيد وانا حتى قلتها يعني ساعات اذا كانت معلومه جديده اقول لهم هذه مو بس اضافه لكم ايضا اضافه لي لان انا توني عرفت هالمعلومه ففعلا وايد حتى انا استفدت سواء امثال ما مرت علي او مفرده قديمه مثلا جديده ساعات يعني كان في مفردة أنا أعرف أن الفراش أو السرير أول يسمونه الكاروك أو الكاروكة اكتشفت أن أيضا يسمونه نسيتها نسيت شيء مثل هزاز أبوي نسيت بس إذا سمعتها راح أعرف معناتها يعني فهم شيء حلو إضافات وايد وغير كذا انتم قاعد تصورون لوكيشنات يعني الاوت دور فالاوت دور قاعد حلو بالموضوع انك انت قاعد تشوفين اماكن جديده مثلا ما تروحينها وايد او صح. حتى لو احنا بالكويت ساعات ما نزور هذه الاماكن أيوة. وقاعد تورينا اياها انت عبر الشاشه بعد هو حلو ان ايضا تختلطين بفئات يعني مختلفه عمريا وايضا ثقافيا فحلو ان انت بهالمواقف قاعد تسوين حتى لو كان برنامج تسجيلي بس يبين انه شوي في كنترول هم هذا انا اي غلط او اي شيء يعني طلع او يعني شفتوا انتقاد قبل المدح انا يعني استانس استفيد تصويره صعب ايش كثر تصورون الحلقه يعني تاخذ منكم وقت والله راح تنصدمون بصراحه شوفوا احنا لان كان بلغوني متاخر وكان ضيق في الوقت في يوم من الايام صورنا 6 حلقات بيوم واحد ما شاء الله كان تقريبا من الساعه 3 العصر للساعه 12 بالليل المول سكر واحنا لحنا قاعدين نصور كانت كم حلقه يعني كذا حلقه مو حلقه حلقات ما شاء الله كل حلقه تاخذ منا تقريبا ساعه وانت تحتاجين تتبدلين وتغيرين هذا شوي ازعجني لما شفت البرنامج بس الحمد لله انا راضيه ان شاء الله عنه لان انت تدرين الشعر واللوك ما يتغير صح. فحاولت مرة يعني يكون نازل أروح أرفع أغير بس حمرة غير يعني عدسة تغييرات بسيطة أحاول عافية نورتينا اليوم نورة الحميضان قبل لا تمشي راح تأخذين معانا هذه النقصة اليوم نقصتنا ثقافية نورة أمتعتينا من خلال برنامج فكر الصج استمتعنا إحنا كلنا كشباب وكعائلة ويعطيك ألف عافية على المجهود اللي سويتي ومجهودك مثمر يعني كلنا مستمتعين فيه حبيبتي يا حصة شكرا لك أخوي عبدالله أنا مستمتعة جدا أن أكون معاكم وفي غبقة الحمرة بس إذا تسمحوا لي حابة أشكر جنان ستايل على هالدراعة الجميلة شكرا لها وأيضا حابة أشكر صالون برجيت خوري على لوك الشعر والميك اب القالب غالب حبيبتي عيونك ما شاء الله حبيبتي ما تقصرين يا حصة شكرا لك طبعا عندنا فقرة ما دام جبتي طاري الدراعة عندنا فقرة احنا هنا في برنامجنا اسمها كل يوم دراعة وعندنا سارة صالح اليوم المصممة الكويتية اللي احنا سعيدين بتواجدها ومشاركتها ويانا في البرنامج نشوفها معاكم بعدها راح يكون لقاء مع المذيعة سميرة عبد الله